السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة عند مركز العمارية الهندسي مهندس وليد حسني، هنقشط وش سلندر العربية اوبل انسيجنيا، ومعانا اللوست حسين هنا اهوت جاهز الوش ووزنه على المقشطة، وهنشوفه دلوقتي يعني ايه فكرة المقشطة ويعني ايه ان انا اقشط وش سلندر بعد طبعا لما العربية بتسخن او العربية طحنت مني ولا حاجة. هنشوفه دي اول ضربة سكينة للمقشطة على وش السلندر، وهنشوفه دلوقتي في الرجعة بتاعتها ايه الناتج بتاعها على الوش. طبعا المقشطة دي بتقسم الملي لمية جزء، وفي مقاشط بتبقى احدث ممكن تقسم لألف والكلام ده. بعد ده انت اول نزلة بتنزل مثلا 10% من الملي، فجزء لا يذكر يعني. تنزل الدرجة دي الاول، وبعدين بتشوف بعد كده ايه الناتج بتاعك، الوش متاكل منه قد ايه او فاضل فيه قد ايه. بصوا حضراتكم ضربة السكينة هيت، ضربة في اول الوش وضربة في اخر الوش، ونص الوش عامل ازاي مقوس لجوه، فلازم تخش 10 تاني. ماشي يا استاذ حسين، الله ينور عليك. كده يعتبر ثلاث وشاش قشط، ولسه زي ما حضراتكم شايفين لسه في حتت السكينه ما ضربتهاش، لسه الوش عايش تاني. نزلنا كام لغايه دلوقتي يا استاذ حسين؟ 25 لغايه دلوقتي. كده احنا وصلنا لغاية 30% من الملي او 3 من 10، فاضل فيه وش واحد خفيف خالص هو اللي باين، تلميع بس، وش تلميع كده صغير. لسه حسين هيغير السكينة بتاعت التلميع.
وطبعا زي ما حضرتك شفته من المنظر القشطه والفرق ده كله، لما العربيه بتاعت حضرتك تضرب جوان ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها اشيل وش السلندر واحط الجوان واقفل تاني. بيقابلني شغل كتير والله، وعربيات بترجع من عند مراكز ومن عند صناعيه من بره، العربيه طالما سخنت من حضرتك والجوان ضرب وقفعت او طحنت او بتنفخ ميه، لازم وش السلندر يتفك ولازم يروح المقشط. ما تخافش، الوش مش هيبوظ على المقشط. انت بتحط على المقشط بتاخد 10% من الملي، جزء لا يذكر يعني. الوش محتاج تاني، بتنزل تاني، بتنزل تالت، لغايه ما تخلص الشغل بتاعك. تعمل شغل على مدير كده ان شاء الله تضمن ان انت تقفل شغلك بعد كده ما يرجعلكش. الله ينور يا استاذ حسين، تسلم ايدك يا ريس. السلام عليكم.